السلام عليكم. إذن سي عبد الجبار، أنت كفاعل حقوقي وكناشط في أكلموز، بلغ إلى علمنا أنكم متبعين ملف ديال تقرير المجلس الجهوي للحسابات المرتبط بالمجلس السابق، شنو ممكن تقول لنا في هذا الإطار؟ حنا متبعين هذا الملف وباقيين واقفين عليه، وصلنا لواحد الحقيقة بأن كاين صناصرة وكاين بعض الأعضاء الفاسدين اللي ما بغاوش هاد الملف هذا يخرج للعالم، ما عرفناش الصناصرة ديال المافيا العقار. حنا تنطالبو المجلس الجديد باش يخرج هاد الملف للعالم، وحنا راه متابعين هاد الملف وحنا عارفين بأن كاينين مشاريع وهمية، كاينين مقاولات وهمية، كاينين مشاريع اللي دارو خارج تراب الوطن، خارج تراب ديال الجماعة لاستقطاب بعض الأعضاء. حنا الملف ديال مافيا العقار وهذا الملف غادي نتابعه بكل صدق وبكل أمانة حتى يخرج للعموم ونعرفو شنو كاين في هذا الملف. ودابا بغينا نعرفو في هذا المجلس الجديد شكون هما الأعضاء اللي تيقلبو على المحاسبة، وشكون هما الأعضاء الفاسدين باش نخرجو هادشي للعموم. وغادي نتابعو هاد الملف نهار الخميس، غتكون واحد الجلسة تنطلبو مساعدة الرئيس باش يدرج هاد النقطة هادي. حنا راه غنرسلو للمجلس الجهوي باش نجيبو هاد التقرير هذا وغادي نشرحو في الصحافة. وشكرا.